بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس. حصة اليوم بإذن الله تعالى في مادة اللغة العربية هي درس القراءة من الوحدة الرابعة اليمامة والصياد. أهدافنا بإذن الله تعالى قراءة الأبيات قراءة صحيحة، استخراج الفكرة الرئيسة، استخراج الدرس المستفاد من الأبيات، واستخراج معاني المفردات الجديدة. سأبدأ الآن خامس بقراءة الأبيات. استمع جيدا وردد معي. اليمامة والصياد. يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشها مستترة، فأقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حوم، فلم يجد للطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين مل، فبرزت من عشها الحمقاء والحمق داء ما له دواء، تقول جهلا بالذي سيحدث يا أيها الإنسان عما تبحث، فالتفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت، فسقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين، تقول قول عارف محقق ملكت نفسي لو ملكت منطقي. هذه الأبيات خامس للشاعر أحمد شوقي، وهو شاعر وكاتب مصري، ولد وتوفي في مصر ولقب بأمير الشعراء. أما الفكرة الرئيسة للأبيات فهي عن أهمية حفظ اللسان. المعاني والمفردات الجديدة: اليمامة نوع من أنواع الحمام البري، مستترة مختفية لا يراها أحد، حام تنقل وتجول، الروض البستان، هم قرر وعزم، مل شعر بالملل، برزت ظهرت، الحمقاء قليلة العقل، داء مرض، وصوب اتجاه، سدد أطلق أو وجه، المكين المنيع الحصين، قبضت أي يد، ملكت نفسي حافظت وصنت نفسي، ملكت منطقي حفظت لساني. نبدأ الآن بشرح الأبيات. يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشها مستترة. إذن يقول الشاعر أنه كانت هناك يمامة، وكما قلنا يا خامس اليمامة هي نوع من أنواع الحمام البري كما ترى في الصورة. كانت هذه اليمامة بأعلى الشجرة في عشها تعيش بأمان واستقرار مطمئنة، وما بها أيضا نعم مختبئة عن المخاطر. أقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حومي. جاء في يوم من الأيام الصياد إلى الغابة، وكان يتنقل ويتجول بين الأشجار كما ترون، يبحث عن شيء يصطاده ويستفيد منه، فلم يجد للطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين ملا. إذن لم يجد شيئا يصطاده، ولم يجد الطيور التي يبحث عنها، فماذا قرر أن يفعل؟ قرر أن يرحل لأنه شعر بالملل وسئم من ذلك. فبرزت من عشها الحمقاء، والحمق داء ما له دواء. ماذا حدث قبل أن يرحل؟ ظهرت الحمامة من عشها عندما رأته يريد الرحيل. الحمق أي قلة العقل، وأن الحمق يا خامس هو مرض، لكن للأسف ليس له دواء. تقول جهلا بالذي سيحدث، أخذت تتحدث مع هذا الصياد جاهلة ماذا سيحدث لها بعد قليل. ماذا تحدثت وقالت له؟ يا أيها الإنسان عما تبحث. إذن سألته يا أيها الإنسان هل تبحث عن شيء؟ ماذا فعل الصياد عندما تحدثت هذه الحمامة؟ أحسنتم، التفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت كما ترون على الشاشة يا خامس. انتبه الصياد على صوت الحمامة، وماذا فعل؟
صوب ووجه سهم بندقيته نحو هذه الحمامة وأطلق عليها هذا السهم. هل أصابها؟ سقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين. إذن أصاب هذا السهم اليمامة. ماذا حدث بها؟ سقطت ووقعت من عشها الحصين المنيع التي كانت مختبئة به، ووقعت في قبضة من؟ في يد من؟ أحسنتم، في يد وقبضة السكين، أي الصياد. تقول قول عارف محقق: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. إذن قالت في نفسها بعدما تأكدت من هذا القول ومن هذا الكلام: لو أنني حفظت وصنت لساني وسكت ولم أتكلم لحافظت على نفسي ونجوت من الموت الذي أنا ذاهبة الآن إليه حتما. الدرس المستفاد خامس من هذه القصة هو أهمية حفظ اللسان، عدم الثرثرة، عدم التكلم في الأمور الغير مهمة. لو حفظت لسانها هذه اليمامة لحفظت وحافظت على نفسها وعلى حياتها. في النهاية أبناء الطلبة، يرجى منك قراءة هذه الأبيات قراءة صحيحة، هي غير مطلوبة منكم غيبا، فقط قراءة صحيحة بالإضافة إلى حل أسئلة الفهم والاستيعاب صفحات 42.